اهلا وسهلا بالحبوبات بالكبيدات، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ بخير، اموركم هانيه؟ توحشتكم بزاف 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 اكثر ما تتصوروا. عرفت راسي غبرت عليكم بزاف لظروفين ما وصافي، هذا الشيء ما كاين. فاليوم جيتكم فيديو جديد كيف ما كتشوفوا معايا، فيديو بغيت نشارك معاه فيكم معاكم فيه بليتو الشقة الجديدة ديالي في السكن الاقتصادي. بغيت ندير لكم جولة في الشقة، هي صراحة هاد لابارتمون سكوندير وحبيت نشاركها معاكم قبلها، وغنشارك معاكم كاع دوك لي زيتاب ديالها من بعد ما غادي نصلحها، ما غادي نقاد فيها بزاف د الحوايج. قلت علاش لا ما نشاركش معاكم هاد المغامرة البسيطة اللي غادي ندير وهاد التغيير البسيط. فكيف ما كتشوفوا هادي شقة صغيرة في السكن الاقتصادي، هادي زويونه صغيره هكا تجي تصيف فيها وصافي، ماشي شي حاجه للسكنه، مي الحمد لله زوينه كيف ما كتشوفوا. انا حبيت ندير فيها بعض الاصلاحات، فداك الشيء علاش قلت علاش لا ما نشاركش معاكم جميع المراحل. فكيف ما كتشوفوا معايا، مع الدخله ديال الدار على اليمين كتلقاو هاد الكوزينه اللي دايره بهذا الشكل، ديجا تيعطيوها لينا فيها هذاك لو فور والبلاك وهاد البلاكارات البساطين، وايضا لاهوت كيف ما كتشوفوا، هاد الزليج، هاد السرجم كيف ما كتشوفوا عامل هكا، او صباغه عاديه ماشي شي حاجه. راكم عارفين السكن الاقتصادي ما تتكونش فيه شي حاجه، مجرد هكا تويشيات كيف ما كنقولوا صافي باش نضمقوا. فهنايا هاد البلاكارات اللي عاطينا، وغنخليكم مع الجوله بالضبط كيفاش دايره في المنزل، وغادي نعاود نرجع باش نتكلم لكم، سمحوا لي باش نتكلم لكم على كل حاجه كيف دايره. ما تديوش على هاد الروينه اللي كاينه، راه دخلوا المعلميه هذاك الحوايج اللي كتشوفوا هاد الغبره وهذا الشيء، فهي ديال المعلميه اللي في الدار اللي غيبداو يديروا لي الاصلاحات. دونك كتشوفوا الغبره والدنيا مغبره، وديجا الدار يلاه استلمناها، داك الشيء باقي كيف ما هو، ما غيرنا والو. فهم داك الشيء علاش ما تديوش على هاد الغبره وهذا الشيء كله، متاسفه وصافي. فانا بغيت نوريكم داكشي من الديبار كما كتشوفوا، حتى لا راه مرغبره، وهادو البلاكارات اللي كيكونوا الفوق، ماشي شي صح الصراحه، ماشي ديال هكا شي حاجه اللي صحيحه وتعولوا تحطوا فيها المعنات ديالكم وتقلوهم، ما كنظنش وما ما تنصحش. فصراحه اللي بغى يعدي واحد الفتره بسيطه ولكن من موراها يبدل كل شيء، حيت صراحه داك الشيء باين ما صحيحش بزاف، مي مهم تيعطيوه صافي مع على كويزين كوم سا صافي. بالنسبه للسقف كيف ما كتشوفوا، ما فيه لا قبص لا حتى شي حاجه، وتفكروا هاد الكوزينه مزيان، حيت هي اللي غادي نوريكم التغيير ديالها. فريمون كاين واحد التغيير جذري، فريمون ولات واحد الكوزينه اللي زوينه، ودرت فيها بزاف التغييرات، غيبقاو معايا وغتشوفوا كلشي. فبجنب الكوزينه غادي تلقاو هاد لو صالون، فكيف ما كتشوفوا بدا فيه الحفير وداك الشيء، انا بديت كنحفر على وديت البريزات دو الضو، على وديت لاكليم فين غادي نتانستالا، على وديت بزاف الحوايج، دونك خصني نبدل فيه بزاف الحوايج. فحتى هو عقلو عليه حتى هو غتكون فيه تغييرات كيف ما كتشوفوا، راه البريزات بدا مولدو تيبدل ليا فيهم وتيدير ليا بريزات اخرين شنو غنحتاج. وايضا غادي نزيد نحفر هذاك الحيط على وديت لاكليم، وكيف ما كتشوفوا القبس سامبل ماشي شي حاجه اللي مزيانه، مهم غيكون فيها واحد التغيير حيت كنحاول نبدل، ما شي حاجه اللي تبقى زوينه وسامبل وتعطي واحد التغيير. فاوتوماتيكمون كاين واحد لو كولوار واحده لو سالون اللي غادي تلقاو فيه واحد الحمام وتواليت،
أعزكم الله. فهذه هي الطواليت كيف ما قلت لكم، فهي على هذا الشكل، وتهي تفكروها مزيان حيت غيطرى ليها واحد التغيير لي كبير بزاف بزاف. وايضا كنتمنى لكل وحده باغا تشري دارها وباغا تستقر، يا ربي يسر لكم كاملين ويجعل يسر لكم في اموركم، وان شاء الله يرزقكم وتاخذوا حتى نتوما دويراتكم الناس اللي مازال ما عندهمش. ففريمون الله يسر الجميع، والله يعطيكم ما نويتوا ان شاء الله. فكيف ما كتشوفوا هذا الدوش، انا زدت كبرته، انا بديت كنكبر فيه، حيت واحد الحيط كان داخل من البيت هرستو وكمل الحيط، على وديت باغا يوليو عندي في الدار جوج تواليطات حشاكم. دونك كبرت هذا باش حتى هو نزيد فيه واحد التواليت، ما يبقاش غير دوش بوحدو، انما يوليو عندي جوج تواليطات ودوش. فبديت في الاصلاحات كيف ما كتشوفوا، راه قلت لكم كاين المعلميه وكاين بزاف الحوايج، والجعاب مازال ما جاش البلومبيي باش يقادهم. اي فوالا، من بعد كنلقاو هاد البيت الصغير اللي حتى هو داير بهذا الشكل، ماشي شي حاجه اللي كبيره، بيت على قد الحال وصافي، راه الدويره كامله صغوره ومتوله وصافي، ماشي شي حاجه اللي كبيره. كيف ما قلت لكم هي ابارتمون سيكوندير، بنادم يدوز فيها هكا واحد العطله مع الدراري وصافي، اولا اللي بغى يمشي ليها ولا شي حاجه، كتكون واحد الدويره في شي بلاصه اللي حتى انسان يبدل فيها الجو. فهذا بيت ما فيه لا بلاكار لا والو، حتى هو بديت في الاصلاحات ديال الضوء. اول حاجه بديت هي دوك البريزات والحفير ديال الحيط، باش ان شاء الله ملي تبدا الصباغه وداكشي نكون كلشي قديتو كيف ما كتشوفوا، صغير ماشي كبير بزاف. وحده ايضا هذا البيت اللي هو اللي غيكون لا شامبر ديالنا، دونك حتى هي اون شامبر اللي صغيره ما كبيراش بزاف، فانا تنفكرت هي فيها بزاف ديال التغييرات غادي ندير فيها. وكيف ما كتشوفوا البيبان محيدين والحفير، وهذا ما كاين، و تنتمنى انها يعجبكم. هذه غير لابارتمون قبله. بالنسبه لهذا الحيط اللي قلت لكم طلعت، هو اللي زدت في الحمام، اللي زدت في الحمام باش يكبر ليا فوالا. وفيه واحد البالكون اللي صغير صغير. بالنسبه لهاد البلاصه هي اللي انا كنفكر ندير فيها واحد البلاكار، حيت هاد البيوت بجوج ما فيهم حتى بلاكار، وقلت علاش لا هاد البلاصه ما نديرش فيها واحد البلاكار. وهذا هو البالكون كيف ما كتشوفوا، صغير ماشي شي بالكون اللي كبير بزاف، سمحوا لي على الصداع ديال بنتي، ولكن راه هادو هما الدراري الصغار امبوسيبل دير حداهم شي حاجه. فوالا كيف ما قلت لكم، ماشي شي بالكون اللي كبير بزاف، هو غير بالكون صغير مين يتنفس البيت وصافي. في بلاصه الشرجم راه كاين هاد الميني بالكون، ماشي شي بالكون، ولا بيتو هكا تقديو فيه شي حاجه بحال ديروا فيه شي مجمر ولا شي حاجه تشوي وكم صافي، ماشي شي حاجه كبيره. اي فوالا كيف ما كتشوفوا، هذه هي لابارتمون قبل الاصلاح، وقبل ما نشارك معكم بزاف 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 ديال الافكار عندي ونعطيكم افكار. كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم، وكنتمنى انكم تبقاو متبعين الفيديوهات ديالي باش تشوفوا الاصلاحات اللي درت. كنتمنى انكم تابوناو في القناه ديالي، وكنبغيكم بزاف، وربي يحفظكم ليا. بيزوات، باي باي.